الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله مشاهدي الكرام مشاهدي قناة المرقاة في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. باسمكم جميعا أرحب بضيفي في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان، المحامي والمستشار الشرعي والقانوني. حياك الله صاحب الفضيلة. حياك الله وبياك، وأهلا وسهلا بك وبالمشاهدين. حياكم الله، نسعد بتواصلكم معنا مشاهدينا الكرام عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسرنا ويشرفنا تواصلكم معنا عبر حساب قناة المرقاب في تويتر تي في مرقاب. شيخنا، نبدأ حلقتنا هذه اليوم، هو اليوم الثالث من هذا أيام هذا الشهر المبارك. كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله أن يهديهم لم يقرأوا من كتاب الله عز وجل شيء حتى الآن، وبعضهم نسأل الله أن يبارك فيه قد قرأ من كتاب الله أجزاء عدة، وبعضهم قد يكون ختم بفضل من الله منا في هذا الأيام. رسالتك من هو مقصر ومهمل في قراءة كتاب الله عز وجل في مثل هذا الشهر الفضيل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الله جل وعلا لما خلق الخلق لم يتركهم هملا، ولم يخلقهم عبثا، وإنما خلقهم لأمر سام وغاية هي من أهم الغايات، ألا وهي رضا الله سبحانه وتعالى والوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لا يمكن للبشر عامة أن يسير في طريق صحيح إلا بدليل، لا يمكن للبشر عامة أن يسير وفق ما أراده الله جل وعلا إلا إذا الله سبحانه وتعالى بيّن لهم الطريق. وإن الله جل وعلا أنزل على كل نبي من الأنبياء كتابا يسير عليه هو وقومه، يسير عليه هو وقومه. وإن كتاب الله جل وعلا الذي هو خاتم الكتب أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل، أنزله الله سبحانه وتعالى وتكفل بحفظه على خلاف الكتب السماوية السابقة. فإن الله جل وعلا في الكتب السماوية السابقة جعل حفظها لمن أنزلت عليه، كما قال جل وعلا وبما استحفظوا من كتاب الله وأما كتاب الله جل وعلا الخاتم القرآن الكريم الذي بين أيدينا في هذه الأيام وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنه مما لا شك فيه أن هذا الدليل على عظمة هذا الكتاب، وأنه أعظم من الكتب السماوية السابقة بكاملها، وهو المهيمن عليها جميعا. وأيضا يدل حفظ الله سبحانه وتعالى على لهذا الكتاب أن الله جل وعلا أراد أن يكون هذا الكتاب هو الدليل والسائق للأمة بأجمعها إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى، ولذلك حفظه الله جل وعلا لئلا يتغير وألا يتبدل وألا يأتي كل إنسان يقول بأن هذا من القرآن أو هذا ليس من القرآن، وإنما هذا القرآن حفظه الله جل وعلا. ولذلك لا يستطيع أحد من البشر البتة أن يغير في القرآن شيئا ولو كان يسيرا، لو كان أقل القليل. بل أنا دخلت في مطبعة للمصحف الكريم، وكانت هذه المطبعة في السودان تطبع آلاف المصاحف، دخلت في هذه المطبعة فذهب معي صاحب مدير المطبعة، فوجدت مصاحف قد أبعدت عن التوزيع، فسألته لماذا؟ قال أن هذه المصاحف فيها شيء من الأخطاء المطبعية ونريد أن نراجعها مرة ثانية ونصحح فيها الأخطاء المطبعية ثم نقدمها للتوزيع وأيضا البيع ونحو ذلك. فحاولت أن أعرف ما هذه الأخطاء، فقال لي أخذ أي مصحف من هذه المصاحف وأنا أطلعك على الخطأ. فأخذت أحد النسخ وإذا به موضوع قد وضع ورقة صفراء في هذا المصحف داخل المصحف، فتحت هذا قال اقرأ، ما وجدت الحقيقة خطأ. قلت لم أجد خطأ، ومع أن الذي قرأته أحفظه وأعرفه معرفة جيدة لكن لم أجد خطأ. قال لا، هنا فيه فتحة قد سقطت من هذه الكتابة من هذه الطبعة، فنحن نريد أن ننزع هذه الورقة تماما ونأتي بورقة أخرى نضيف فيها هذه الفتحة فتكون كاملة. انظر، فتحة واحدة لا تغير، قد لا تغير الفتحة، قد لا تغير في المعنى شيء، ومع ذلك وجدوا هذا السقط، فكان هذا المصحف يعتبر معيبا في الطباعة، ليس معيبا بذاته وإنما معيبا في الطباعة، فأرادوا تغييره. هذا الكتاب الذي حفظه الله جل وعلا للأمة الإسلامية جمعا، ألا يجب علينا أن نتدبر هذا الكتاب وأن نقرأ هذا الكتاب قراءة متمعنة وأن نتأمل هذا الكتاب وأن نعمل بهذا الكتاب؟ فكتاب الله جل وعلا
لم ينزل من أجل أن نحلي فيه رفوف المساجد أو أن نحلي فيه رفوف البيت أو أن نجعله كما يجعله بعض الناس حرزا للبيوت أو الأنفس من أن تأتيها الشياطين ونحو ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب من أجل أن نتدبر هذا القرآن ومن أجل أن نقرأ هذا القرآن قراءة متمعنة ومتأنية. ولذلك يقول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. ماذا نفهم من قول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن؟ نفهم من قول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون تدبر إمعان وتدبر تأمل وتدبر تفكر، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول أفلا يقرؤون القرآن. لأن الله سبحانه وتعالى حينما وجه هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن وجه هذه الآية لمن هم يقرؤون القرآن وليس لمن لا يقرأ القرآن، لمن لا يقرأ لمن يقرؤون القرآن أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب، مع أنه يقرأ القرآن ويتلو القرآن إلا أن الله جل وعلا حذر من أن تكون هذه القلوب التي ابتعدت عن التدبر، حذر أن تكون هذه القلوب قد أقفل عليها الشيطان فتقرأ قراءة الآيات وتقرأ قراءة الحروف فقط، لا أي قراءة ظاهرة، ولكن هذه القراءة لا تقر في القلب ولا يكون فيها شيء من التأمل وشيء من الإمعان والتمعن والتأمل في هذه الآيات. ويقول الله جل وعلا في آيات أخرى وحقيقة لو تأملناها لوجدنا لفتة عظيمة في هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى ليدبروا آياته، انظر كيف قال ليدبروا آياته، يعني فرق بين الآية السابقة أفلا يتدبرون القرآن وهذه الآية ليدبروا آياته. معنى هذا أنني حينما أقرأ القرآن يجب علي أن أتدبر كل آية لوحدها، كل آية بمعناها الخاص، كل آية بمعناها المستقل، وأيضا أربط كل آية بما قبلها وما بعدها من الآيات، فأعرف ماذا تعني هذه الآية إذا جمعت مع هذه الآية وهذه الآية إذا جمعت معها تلك الآية. فليتدبروا آياته يعني نتدبر آية 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 آية، لا يعني هذا أنني أبحث عن أن أنتهي من المصحف بسرعة، لا يعني هذا، بل ورد في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، أي أقل من ثلاث ليالي. ولذلك ينبغي على المسلم ألا يحرص على أن ينهي المصحف فقط، وإنما يحرص على التدبر، يحرص على التأمل، ينظر أثناء قراءته لكتاب الله جل وعلا هل هذه الآيات التي قرأها هل هو مطبقها على نفسه، هل هو يدعو إليها، هل دعا إليها أهل بيته، هل دعا إليها من يعرف، فيتأمل القرآن ويتدبر القرآن بشكل جيد، شكل يخرج منه بفائدة. فحينما ننظر أحيانا نقرأ آية من كتاب الله جل وعلا لا نعرف معناها، لكن حينما نسمع شخص يفسرها ونتأمل في تفسيره نقول نعم نحن بعيدون عن معنى هذه الآية كل البعد، وكأن الآية لأول مرة نسمعها ولأول مرة نتلوها مع أننا نحفظ هذه الآية. ما هو السبب؟ السبب في عدم التأمل، في عدم التدبر، في عدم أيضا الرجوع لأقوال العلماء وأقوال المفسرين في هذه الآيات فنعرف ماذا قالوا في هذه الآية. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود؟ قال له يا عبد الله اقرأ علي القرآن. فاستغرب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من المفضول وهو الفاضل، يطلب من المفضول أن يقرأ عليه القرآن وأن يسمعه منه وهو الفاضل، فماذا قال رسول الله؟ قال عبد الله بن مسعود أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ رسول الله فقرأ عبد الله بن مسعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى سورة النساء فقرأها، وقرأ منها قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود كما نسمعه نحن، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ويتأمل، يسمع ويتفكر. فلما وصل إلى هذه الآية علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهيد على هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيناه الطاهرتين، عيناه الكريمتين، ذرفت الدمع الصافي النقي الطاهر
بكاء من سماعه لهذه الآية. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود حينما قرأ هذه الآية؟ قال حسبك الآن. فنظر عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بعينيه تذرفان. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبكي لسماع كتاب الله جل وعلا، فماذا تكون حالنا؟ فماذا تكون حالنا الذين في الذنوب الكثيرة ومنغمسون في ذنوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان فلان وفلان يراني بثوب أبيض وبثوب نظيف وهكذا، فما لا يعلم ماذا عندي من ذنوب. إذا كانت عندي تلك الذنوب وتلك المعاصي التي أسمع تحذيرها في كتاب الله، التحذير منها في كتاب الله جل وعلا في كثير من الآيات ولا أتعظ، في كثير من الآيات ولا أخاف، أسمع آيات الربا وأكل الربا، أسمع آيات الغيبة وأغتاب الناس، أسمع آيات أكل الحرام وآكل الحرام، أسمع آيات الزنا وأزني، أسمع آيات اللواط وأعمل اللواط، أسمع الآيات التي تحرم علي كثير من المحرمات ومع ذلك أنغمس في هذه المحرمات. إذن أين أنا من كتاب الله جل وعلا؟ أين أنا من تلاوة كتاب الله جل وعلا؟ وبذلك أختم كلامي في هذه النقطة بأنني أقول لنجعل رمضان هو انطلاقة لنا، بأن نجعل لنا حزبا يوميا نكثفه في رمضان ونخففه في غير رمضان، حتى نكون مع كتاب الله جل وعلا في طوال السنة، فلا يغلبنك الشيطان على مشاهدة ما ليس بمفيد عن كتاب الله جل وعلا. فارجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وتأمل كتاب الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخنا، وأسأل الله نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وقلوب مشاهدة الكرام. معي والمتصل الأخ منصور، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله منصور، كيف حالكم؟ تقبل الله منا ومنكم صراحة. منا ومنك، حياك الله. سؤالك يا منصور. عندي سؤال يا أخي، اللي أخ ما يعني النظر عنده ضعيف لأنه يأخذ علاج، والنظر عنده ضعيف ويودي يقرأ القرآن في رمضان وكذا، بس ما يشوف الحروف زي، ما أدري أقرأ يعني نفس أقرأ اللي يقرأ؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل اللي يسافر يا شيخ وافطر مثلا اجره زي اللي يصوم؟ مثلا شخص بيسافر يقول انا بصوم ماني مفطر، اجره زي اللي بيفطر او بتقبل الله منه ومنكم صالح اعمال ان شاء الله؟ طيب بارك الله فيك منا ومنك، شكرا لك يا منصور. معي ام مهند، الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اختي سؤالك. بالله لو تسمح ابغى اسال الشيخ يعني عن صلاه مثلا السهو، بعض الاحيان اذا مثلا صليت يعني تسمع في الركعة الثانية أقوم، ما أدري هل أنا ثالثة ثانية مرة مثلا أجلس السهو ولا تسمع أكمل صلاتي؟ يعني إذا قمتي من الركعة الثانية ما جلست للتشهد الأول، تسين هل ترجعين أو أيوه. تأتين بسجود السهو؟ أيوه بعدين. طيب. يعني بعد ما أكمل الصلاة أقوم بسجود السهو. طب عندي برضو سؤالين. طيب سؤال آخر. أذكار المساء يعني مثلا في الصباح عاد من بعد صلاة الفجر، لكن شو اسمه حقة المساء مثلا من بعد العصر أو بعد المغرب؟ طيب. والسؤال الثالث لو سمحت. تفضلي. يعني الأذكار يعني مثلا التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي مثلا، يعني لازم الواحد يكون على وضوء ولا بدون؟ يعني عادي لو مثلا الواحد دائما مثلا. طيب. من غير يعني وضوء. واضح يا محمد. شكرا لك بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب شيخ، حكم من أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا ذلك؟ من أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا عالما بوجوب الصيام فلا شك أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يجب عليه أن يتوب منها عاجل غير آجل، وإذا انتهى رمضان فيجب عليه قضاء هذا اليوم، مع أن ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أنه لا يقضي. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأنه من ترك الصيام عمدا فإنه لا ينفعه قضاؤه، ولذلك يقول بأن الله جل وعلا لما فرض رمضان فرضه بوقت معين، وقت معين يجب على المسلم أن يصوم في هذا الوقت المعين. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني في تعليله في هذا بأنه ماذا لو هذا الإنسان الذي أفطر رمضان أو غيره مثلا من الناس صام يومين أو ثلاثة أو عشرة من شهر شعبان، هل يقبل منه رمضان ولا ما يقبل؟ لا شك أنه لا يقبل منه. يعني لو صام 10 أيام من رمضان في شعبان يعني قبل دخول رمضان يعني سبق رمضان فصام بعض الأيام، أنا أوضح عشان يفهم مني غلط، يعني بعض يظن أن هذا القضاء الذي
في نهاية السنة. فيقول لو صام من شعبان يعني قبل دخول رمضان يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة قبل دخول رمضان فإن هذا الصيام لا يقبل منه أبدا، لأن هذا التوقيت صيام رمضان لم يأتي في وقته الله الذي الله سبحانه وتعالى جعله في جعل فيه الصيام. فكما أنه لا يقبل قبله كذلك إذا كان الأمر متعمد فإنه لا يقبل بعده، كذلك إذا كان الأمر متعمد فإنه لا يقبل بعده. هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولكن الذي أراه أنا أنه يصوم ويقضي ولكنه آثم ويتوب إلى الله جل وعلا. فلا نقول بأن صيامك لا ينفعك، وإنما نقول يجب أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تصوم فحسب. رأيت أنا من يسأل اليوم هذا على عند في صفحتي بتويتر، هل هناك كفارة لإفطار رمضان؟ الحقيقة أنه ليس هناك كفارة إلا في حالة واحدة، التي هي إذا أفطر في رمضان، في إذا جامع في رمضان، إذا جامع في نهار رمضان فهناك نعم فيه كفارة، أما غير رمضان فليس فيه كفارة، إلا أن المالكية قالوا بأن فيه له عليه كفارة، ولكن هذا ليس بصحيح وليس عندهم دليل، ونحن أمة نعمل بالدليل والله الحمد لله، والله أعلم. بارك الله فيك. طيب شيخ، الحديث اللي ورد نسأل عن صحته، لأن أنه من أفطر متعمدا في نهار رمضان فإنه لا يجزي ذلك وإن صام الدهر كله. هذا لا أعلم له صحة، لا أعرف صحة هذا الحديث، والذي يظهر أنه ليس بصحيح. أي نعم، هذا الذي لا أعلم صحة لهذا الحديث. نعم، بارك الله فيك شيخنا وصلى الله بعلمك. حكم تذوق الطعام للصائم؟ تذوق الطعام يختلف تذوق الطعام عن بلع الطعام، فإن بلع الطعام لا شك أنه مفطر، سواء كان قصد فيه التذوق أو قصد فيه الأكل نفسه أو كان غير ذلك. المهم أن التذوق يختلف، لأن التذوق يضع الطعام على لسانه، وحاسة التذوق هي باللسان، يعني لو حاسه التذوق ليست بالمعدة وإنما هي باللسان، ولذلك لو أكلنا طعاما مغلفا فإننا لا نشعر بطعمه أبدا، مع أنه ينزل للمعدة لكن لا نشعر بطعمه أبدا، فحاسة التذوق هي باللسان، فيكفي أن يضع الإنسان الطعام على لسانه يتذوق طعمه من ملح أو قليل الملح ونحو ذلك، ثم يمجه، يعني لا يبلعه وإنما يمجه، يعني قد يكون النساء سابقا حينما تذوق الطعام تبلعه، لأن التذوق يجوز، ولكن الصحيح أنه لا بد من مجه ولا يبلع، أما إذا بلع فذلك يفطر إذا كان عمدا. نعم. الله تعالى بارك الله فيك شيخنا وسلم بعلمك. الأخ منصور كان يسألنا، له أخ خاص بعد ما تكلمت من شيخ عن قراءة القرآن وفضل ذلك، سأل يقول له أخ الآن عنده نظر ضعيف لكنه يريد أن يقرأ القرآن، هل يؤجر الآن لأنه لا يستطيع قراءة، هل يؤجر بأجر من يقرأ كتاب الله عز وجل؟ الإنسان يؤجر على نيته، الإنسان يؤجر على نيته بإذن الله، إن صدق في نيته، كمن يقول مثلا لو عندي 100,000 لتصدقت على فلان وتصدقت على فلان ونحو ذلك من الفقراء، فهو يؤجر على نيته، لكن نقول الحمد لله الآن إذا كان الرجل هذا صادقا وهو لا يستطيع أن يرى فله أن يقرأ من حفظه، الأمر الأول يقرأ من حفظه، الأمر الثاني أن يستمع ختمة كاملة من المسجل أو غيره من الأصوات، يسمعها وينصت لها، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يسمع منه أن يتلو عليه القرآن. فأولا يقرأ من حفظه، الأمر الثاني تكون نية صادقة، الأمر الثالث يستطيع أن يستمع القرآن من هذه الأجهزة، أو أن يطلب من أحد أقاربه أن يقرأ عليه القرآن حتى ينتهي من ختم القرآن، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك وصلى الله عليه وسلم بعلمك. طيب شيخنا، امرأة افطرت فلم تقضي حتى أدركها رمضان الثاني، فماذا يجب عليها؟ عليها كفارة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن عليها كفارة، واستندوا في ذلك إلى إفتاء بعض الصحابة، وقالوا بأن عليها إطعام مسكين على من أفطر ولم يقضي إلا بعد أن أدركه رمضان الثاني، فبعد رمضان الثاني يصوم ويكفر عن كل يوم مسكين، هذا حسب فتوى بعض الصحابة، ولكن نقول هذا ليس عليه دليل، وإنما يكفي في ذلك أن يقضي ما فاته ولو أدركه رمضان القابل الثاني، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. الأخ منصور كان يسأل عن المسافر إذا أفطر، شيخ هل يكون أجره المسافر الصائم، هل يكون أجره مثل من أفطر أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بأن صيامه غير صحيح، هو حتى ابن حزم الظاهرية يقول بأن صيامه غير صحيح ولا يؤجر، بل بعضهم قد يقول بأنه يؤجر لأنه ترك رخص الله جل وعلا،
فاستمر في صيام، ولكن نحن نقول بأن صيامه صحيح، ولكن لا أستطيع أن أقول بأنه يؤجر أكثر من أجر الصائم الحاضر أو نحو ذلك، لا أستطيع أن أقول هذا، ولكن صيامه صحيح، والأولى أن يفطر فلا يصوم حتى يعود إلى بلده، والله تعالى. بارك الله فيك شيخنا. إذا طهرت الحائض ولم تغتسل إلا بعد أذان صلاة الفجر، فما حكم صيامها؟ هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس، حتى علمت أن بعض زوجات طلاب العلم يفعلن ذلك، لا تصوم ولا تصلي حتى تنتهي من 40 مع أنها طهرت. فغالبا النساء تطهر في اليوم 15، في 16، في 20، في 25. احنا الشيخ سألنا عن الحائض ولم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، فما حكم صيامها؟ لكن سلس عن النفساء بما أنك تطرقت لذلك، لعل نجيب على الاثنين، الحائض والنفساء. أي نعم. إذا بالنسبة للحائض، سؤالك عن الحائض، بالنسبة للحائض إذا طهرت قبل أذان الفجر فلا بأس أن تمسك، إذا أذن الفجر تمسك ولو لم تغتسل، ولا يضرها أبدا نهائيا أن تغتسل بعد الفجر. المهم ألا تؤخر الغسل إلى خروج وقت الصلاة، لا تؤخر الغسل إلى خروج وقت الصلاة، يعني بما معنى أن لو لم يكن هناك صلاة فجر بعد الإمساك، لقلنا يجوز لك أن تبقين على ما أنت عليه حتى تأتي صلاة الظهر. يعني المهم أن الاغتسال لمن طهرت قبل الإمساك ليس له علاقة بالإمساك، ليس له علاقة، فتمسك ثم تغتسل بعد أذان الفجر ولا مانع في ذلك. طيب شيخ، بما أنك تطرقت للنفساء، إذا كان بعضهم الشيخ تتم إلى 40، وأنتم ذكرتم الآن ذلك، لو شرح بسيط لذلك، وحكم للمرأة إذا طهرت قبل 40. أنا تبادر على ذهني الآن هذا سؤالك. نعم. زين، لعل نفيد به من يشاهد ويسمع. الله يحفظك يا رب. جزاك الله خير. فنعم، أقول المرأة إذا كانت نفساء ثم طهرت في اليوم 10 15 20 25 أو حتى 30، فإنه لا يلزم، المعروف من النفاس أنه 40 يوم، المعروف من النفاس أنه 40 يوم، فإذا طهرت قبل 40 يوما فإنه يلزمها أن تصلي وأن تصوم وأن يعاشر، ولا بأس أن يعاشرها زوجها. بعض العلماء قالوا تكره المعاشرة كراهة تنزيه فقط لا غير، ولكن ليس في ذلك شيء، فإذا أبيح لها الصلاة والصيام وهذا تعبد، فلا شك أن ما دونه من باب أولى، فيجب على من طهرت قبل 40 أن تصوم وأن تصلي وأن تمارس حياتها وتعبدها كاملا من غير أي حرج، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك وسلام في علمك شيخنا. أم مالد كانت سألت 3 أسئلة. سؤال أول، سأل عن الصلاة، السهو في الصلاة، أنها لم تأتي تجلس للتشهد الأول وقامت إلى الركعة الثانية، متى يحق للمصلي إذا لم يأتي بالتشهد أن يرجع إلى الإتيان بالتشهد، ومتى يكون في حقه لا يجوز له الرجوع إلى التشهد والإتيان بالسهو؟ نعم، سجود السهو أو ترك شيء من الوقت، إذا ترك الركن تلقائيا إن كان عمدا فهو يبطل الصلاة تماما، وإن كان سهوا فإن الركن يبطل ويكون الذي بعده يحل محله، وكذلك الواجب، إن كان ترك الواجب عمدا فهو يبطل الصلاة تماما، وإن كان ترك الواجب سهوا فإنه لا يبطل الصلاة، ولكن إذا أن الإنسان لم يصل إلى الركن الذي بعد هذا الواجب فإنه يعود إلى الواجب ويكمله ثم يستمر في صلاته، وإذا وصل إلى الركن فالمسلم لا يرجع، المصلي لا يرجع من ركن إلى واجب، لا يرجع من ركن إلى واجب. يعني مثال ذلك مثلا التشهد، ذكرته الأخت الآن، فإذا التشهد واجب، التشهد الأول واجب، فإذا قامت هي أو قام المصلي إلى الركن فاستقام واقفا واستقر واقفا، أي أنه وصل إلى الركن الذي يلي هذا الواجب، فإنه يجب أن لا ترجع أو أن لا يرجع المصلي إلى الواجب الذي بعده، وإنما يتم صلاته ويسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام، والله تعالى. بارك الله فيك. معي أحمد على الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أحمد. الله يبقيك، مسيت بالخير. مسيت بالنور، تفضل يا أحمد سؤالك. الله يبارك فيك ويقبل منا ومنكم إن شاء الله. آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. أسأل الشيخ الله يحفظك عن، أنا اليوم تأخرت، جابوا الأهل قلاص موية، كوب موية، وفي نهاية الأذان، يعني في نهاية قبل قول لا إله إلا الله، يعني في نهاية، فما أدري يعني هذا شيء. طيب تسمع إجابة يا أحمد، شكرا لك حبيبنا، شكرا لك. طيب سؤال الأخت مهند الآخر، الشيخ تسأل عن أذكار المساء الصباح، أنها تقال الفجر، لكن أذكار المساء متى تقال؟ هل تقال العصر أم المغرب؟ هذه ليست
لأن بما أن أخذنا سؤالها ولا كان المفروض أن ننبه بداية الحلقة أن فتاوى رمضان، لكن بما أن أخذنا السؤالين الأخت مهند لعلنا نجيب عليها شيخ. نعم بعد إذنك. نعم قاعدة يجب أن نسير عليها بأن أذكار المساء تقال قبل دخول المساء، أذكار المساء تقال قبل دخول المساء، يعني تقريبا من بداية صلاة العصر، من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، كل هذا وقت لأذكار المساء. وأذكار الصباح تقال قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، لأنه إذا دخل الإنسان في المساء فقد دخل فيما ينبغي أن يكون أتى بالأذكار فيها في هذا الوقت، فيكون فاته هذا الوضع، هذا الموضع. وكذلك إذا دخل الإنسان في النهار فإنه دخل في موضع يجب أن يتحصن فيه ويستعد فيه قبل أن يدخل فيه. فنقول أذكار المساء قبل غروب الشمس وأذكار الصباح قبل طلوع الشمس، والله تعالى. بارك الله فيك شيخنا. سؤال الآخر ليس في رمضان لكن أنا نجيب عليه شيخ، تسعى التسبيح والأذكار هل لابد لها من وضوء أو لا؟ لا ليس لها وضوء، لا التسبيح والأذكار وتلاوة القرآن أيضا كلها ليس لا يجب فيها الوضوء. نعم. بارك الله فيك. نسعد بتواصلكم معنا مشاهدي الكرام عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، ونؤكد لكم جميعا أننا لن نطرح على شيخنا في هذه الحلقة إلا بأسئلة تتعلق عن الصيام وأحكام الصيام وما يتعلق في مسائل رمضان عموما. طيب شيخنا الأخ أحمد كان يسأل عن اليوم أنها أحضروا لها الأهل كأس ما يقول نشرب على نهاية الأذان. نعم. هل يعتبر صوما صحيح؟ أنا سأوجه رسالة للجميع أن بأن نقول في رمضان وفيما يتعلق بالإمساك والإفطار، لأن فيه خطورة، هذه المسألة فيها خطورة جدا. فيما يتعلق بالإمساك وما يتعلق بالإفطار يجب على الإنسان أن يحتاط احتياطا كاملا، فلا يتساهل في هذا الأمر أو يتلاعب في هذا الأمر. فإذا كان الإمساك فيجب عليه أن يمسك قبل أن يسمع الأذان، والإفطار كذلك يجب عليه أن لا يفطر حتى يسمع الأذان سماعا حقيقيا موقنا فيه. إذا كان المساجد بعيدة عنه فيحتاط نوعا ما ليعرف دخول صلاة المغرب في هذا الوقت. أما سؤال الأخ الآن فلا أستطيع أن أجيب عليه، لأني لا أعلم حقيقة. لماذا لا أعلم؟ لأن هناك تفاوت بين المؤذنين، فبعضهم يؤذن قبل بدقيقتين وبعضهم يؤذن بعد بدقيقتين ونحو ذلك، يعني ليس هناك التزام عند المؤذنين التزام دقيق 100%. فلذلك أنا لا أستطيع أن أجيب عليه، ويسأل غيري لعله يجيبه. وبعضهم شيخ يدور المؤذن يتأخر ويمسك عليه، يمسك على المؤذن يتأخر، آخر واحد يمسك عليه، هل هذا صحيح؟ لا هذا ليس بصحيح. أعوذ بالله. نعم يعني يبي يجوع خلال دقيقتين. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا بارك الله فيك، هل يجب على الصائم ينوي كل يوم نية مستقلة لصيام رمضان؟ نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من يقول بأنه يجب لكل يوم نية مستقلة، يجب لكل يوم نية مستقلة، والقول الثاني بأنه يكفي نية واحدة مصطحبة إلى نهاية الشهر، نية واحدة مصطحبة إلى نهاية الشهر. ذكر العلماء هذه الجزئية مصطحبة بحيث يكون هذا الأمر لازم له طوال الشهر، فلو أن الإنسان غير نيته في هذا الشهر في أي لحظة من اللحظات يجب عليه أن يجدد النية من جديد. فالقول الصحيح في هذا أنه لا يلزم في كل يوم النية مستقلة، وإنما يكفي أن ينوي من أول الشهر إلى نهاية الشهر نية واحدة مصطحبة لا يقطعها شيء، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. معي أبو مرزوق على الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أبو مرزوق، تفضل. مساء الخير. بالنسبة للشيخ لا تكرر. سم يا أبو مرزوق سؤالك. أنا إن شاء الله معي مرض سكر. الله يشفيك. وينخفض معي، وكيف في رمضان؟ اليوم انخفض معي 48. وتسأل هل يحق لك الفطر يعني أو لا؟ أي نعم. طيب أبو مرزوق، الشيخ بيسألك أبو مرزوق، تفضل. إن شاء الله. الطبيب اللي تراجع في موضوع السكر وش يقول لك في مسألة انخفاض السكر؟ هذا أخذ أبر بنسلين، هذا الأبر. طيب ما سأل الطبيب وش أعمل إذا انخفض السكر جدا حتى وأن كنت صايم؟ يقول لك لازم تفطر. نعم. طيب واضح يا أبو مرزوق، تسمع إجابة الشيخ. شكرا لك، بارك الله فيك. مع اتصالات مهندس ونجيب على الأسئلة. طيب لعلني أجيب على الأسئلة. طيب شيخ نسأل الله السلامة والعافية، حكم صيام من لا يصلي؟
حكم صيام الله صلي، اختلف العلماء في مسألة الصلاة، هل هي تارك الصلاة هل هو كافر أم غير أم ليس بكافر؟ والصحيح من أقوال العلماء والذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم من العلماء الأجلاء الفضلاء، أن تارك الصلاة كافر. والكافر في هذه الحالة بلا شك أن صيامه لا ينفعه بشيء، فإن الإنسان يغالط نفسه حينما يلتزم بالصيام التزاما تاما وهو يفرط في الصلاة فلا يصليها البتة، أو يصلي بعض الأوقات ويترك أوقات أخرى لا يصليها. ولست أتكلم هنا عن الصلاة في البيوت أو صلاة الجماعة، وإنما أتكلم عن ترك الصلاة بالكلية، فإن تارك الصلاة بالكلية يعتبر كافر خارج من الإسلام، صيامه لا ينفعه بشيء، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخنا وشرف بعلمك. الأخ مرزوق كان يسأل، مصاب بمرض السكر ونسأل الله أن يشفيه ويشفي عموم المسلمين، يقول ينخفض معه إلى 48. سألته شيخنا حفظكم الله وقال أن يوصيه الطبيب إذا انخفض عليه السكر أن يفطر، هل في هذه الحالة يحق له الفطر؟ نعم، إذا كان عليه ضرر فيحق له الفطر في هذا، ويصوم في ما بعد رمضان، ويحاول قدر المستطاع. أنا أنصحه بأن يختار الأيام المناسبة، إذا كان أيام الشتاء مناسبة له أنسب له من أيام الصيف في مع مرضه مرض السكر، فالأنسب له أن يصوم الأيام التي يفطرها، ولا يستطيع أن يواصل فيها، يفطر ويصوم في الأيام التي تناسب له في أيام السنة، والله تعالى. نعم، بارك الله فيك. ونذكر الأخوة المشاهدين بأرقام التواصل معنا التي تظهر تباعا على الشاشة، من لم يتمكن من التواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة يتواصل معنا عبر حساب القناة في تويتر تي في مرقاب، وبإذن الله عز وجل سنقوم بطرحه على الشيخ ليجيب عليه. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بعض الناس قد يكون معه مرض دائم، هل يكون في ذلك كفارة عند القضاء أم ماذا يفعلان لمن معه مرض لا يرجى برؤه؟ اي نعم، ماذا عليه؟ نعم، من كان لديه مرض لا يرجى برؤه، مرض مزمن معه ما يستطيع ان، لا نقول بانه سيشفى بعد شهر او شهرين او سنه او سنتين، فان هذا ينتقل من الصيام الى الكفاره، وهي اطعام مسكين عن كل يوم، اطعام مسكين عن كل يوم، وبهذا يكون باذن الحي القيوم انه كفر عن صيامه ولا شيء عليه. ويجوز له أيضا، بعض الناس قد يشكل عليه هذه المسألة أو يخطئ فيها، يجوز له أن يدفع الكفارة مرة واحدة، دفعة واحدة في أول الشهر، ويجوز له أن يؤخرها في آخر الشهر، ولا يلزم في ذلك أن يدفع الكفارة في كل يوم بيومه، وإنما يدفعها كاملة دفعة واحدة، ولا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. نعم، بارك الله فيك. معنا الأخت عائشة، السلام عليكم. طيب مع عادل، عفوا، حياك الله يا عادل. السلام عليكم. مرحبا، اهلا وسهلا. معذر اخوي عادل، تفضل. كيف حالكم؟ طيبين، حياك الله، تفضل يا عادل. بالنسبه ل، اهلا وسهلا، معذر اخوي. بالنسبه للتحاميل، التحاميل هذه فيها شيء مفطار شيء؟ تحاميل. طيب هل تسال تفطر ام لا؟ تحاميل. أيوه. مغذيه ام دواء؟ المغذيه من دواء يا عادل. لا لا، دواء. دواء، طيب. مسكنات. سام؟ المسكن. نعم نعم، المسكن. هي. نعم، واضح. شكرا لك يا عادل، شكرا لك. معي فهد، تفضل يا فهد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا فهد. الله يبارك فيك. نبي نسأل الشيخ الله يرضى عليك. سم حبيبنا، سؤالك. السؤال، إذا كان النذر والوالدة، ونذرت النذر على احد الاخوان، اذا جاء نادرت النذر، نعم، اذا جاء مولود هي نادره النذر، كيف طريقه اليثاب النذر؟ هي نادره يعني مثلا بعير فاطر، نذرت ان تذبح مثلا بعير فاطر، فاطر الفاطر الان يا شيخ ما يعني لحمه لا يؤكل، هل يجزي مثلا الصغير من الابل ولا لا؟ بس طيب، واضح يا فهد، واضح. وفي سؤال ثاني الله يجزاك. سم سؤالك الآخر. الآخر، طال عمرك، اللي هي المرأة الحامل، اللي هي التحاميل الشرجية المهبلية، هل تفطر ولا لا؟ طيب، شكرا لك. بارك الله فيك يا فهد. طيب الأخ عادل كان يسأل عن التحاميل المسكن، وكذلك سؤال الأخ فهد الآخر. نعم. جوابها واحد. صحيح، تفضل. وجوابها، أنا اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكنني أنا حقيقة أتحرج فيها تماما، فلعلهم يسألون شخص آخر. بارك الله فيك شيخ. العلماء منهم من يقول يجوز، ومنهم من يقول لا يجوز، خاصة أنها
ليست مغذية. طبعا المغذية لا يجوز قولا واحدا، لكن ما دام انها غير مغذية فمنهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لا يجوز. ولكن مثل البخار، بخار الربو، ولكن انا اتحرج من الإجابة على هذه هذا السؤال، فلذلك لعلك تعذرني. أحب الله عليك، بارك الله فيك شيخ وسلام في علمك. الأخ فهد الشيخ كان يسألنا، والده نذرت نذر إذا أتى لأخيه مولود أن تذبح بعير فاطر، قلنا الفاطر الآن لحمها لا يؤكل، هل يجزي عنها بذبح الحاشي أو غيره؟ يكون أقل سنا حتى يكون كتوزيع للناس ويستفاد من لحمه. يجوز أن يغير الإنسان في نذره للأفضل وليس للأقل. يعني كمن نذر مثلا أن يصلي أو أن يعتكف في المسجد النبوي ثم ذهب واعتكف في المسجد الحرام، فهنا يجوز له أن يغير للأفضل. يعني ما دامت النوعية واحدة فيجوز له أن يغير للأفضل. فأنا أقول الذي أراه أنا أنه يجوز له أن يغير للأفضل، بل قد يكون خيرا له أن يغير له. مع أن هناك بعض المناطق وسمعت عنها في السعودية بأنهم لا يأكلون إلا اللحم الذي نحن لا نأكله أبدا، لحم الجمل لا نأكلها أبدا، ومع ذلك هم يأكلون هذا اللحم الفاطر الجمل الكبير يأكلونه. حتى أن أحد الأخوة يقول ذهبت إلى تلك المنطقة فأردت أن أخذ من الملحمة شيء من اللحم، يقول بطلع بالبر وبأصلحه، فيقول بأن صاحب الملحمة يقسم بالله أن هذا الجمل كبير، يقول أبي يقول يريد ترغيبا لي بأني أشتري هذا اللحم، فيقول أخذته هنا ولكن يقول ما انطبخه يخليه قد محله. الله يبارك فيك. يعني يجوز له شيخنا الآن يجوز أن ينتقل إلى الأفضل من نفس النوعية. نعم. من نفس النوعية يجوز أن ينتقل إلى الأفضل، كمن نذر مثلا أن يتصدق مثلا بفلة مثلا ثم راح وتصدق بقصر، القصر أفضل من الفلة. صحيح. أي نعم. نعم. بارك الله فيك شيخ وسلام في علمك، بارك الله فيك. الله يحفظك، حياك الله وسهلا. مشاهدي الكرام، ها نحن وياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. شكر فيها موصول لمن أجاب على أسئلتكم في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان، المحامي والمستشار الشرعي والقانوني. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله عز وجل عصر غد في ثامن الساعة الخامسة والربع مع شيخنا الدكتور سليمان العجلان. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.